بعد ما رفعتها على النار بقى القوام بتاعها عامل ازاي، شايفين؟ القهوة والخيار هيخلوا بشرتك مثل الفلتر، هيخلوا بشرتك ما فيهاش اي تصبغات ولا اي هالات، كمان هيتفتح البشرة بسرعة جدا. هتجد من الحاجات القوية جدا في التفتيح والنضارة والتوحيد، تستخدميها وتجيب معاكي نتيجة من اول مرة. متنسوش بقى تعملوا لنا احلى لايك وشيروا الفيديو لاصحابكم علشان يستفادوا، وصلوا على النبي في الكومنتات وقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. هاخد معايا كده خيارايه. الخيار ده يا بنات من الحاجات اللي بتفتح التصبغات والبقع والكلف، وبتوحد لون البشرة، كمان بتشيل كل الهالات السوداء، بتنظف البشرة جدا، بترطب البشرة. الناس اللي عندها حساسية بتخلي البشرة طافية جدا وما بتخليش فيها التهابات، بجد من الحاجات الحلوة قوي اللي بتهدي البشرة الخيار. هبشرها كويس. بالشكل ده هجيب بقى معايا طبق وصفيها بقى بشاشة او بصفيها بمصفى اللي يريحك، يعني اللي بترتاحي ان انت تعرفي تصفي بيه صفيه. انا هصفيها بشاشة سهلة وكمان بتسرع معايا وبتنزلي كمية اكبر من مية الخيار. فهبدأ كده اصفي كويس. بصوا، حوالي معلقتين كبار من مية الخيار، وطبعا التفل بتاع الخيار مش برميه، اهو حطيته في كوباية وهنستخدمه دلوقتي. كل اللي هستخدمه دلوقتي مية الخيار. هضيف عليها حوالي 10 نقط كده من الليمون لو احنا بشرتنا حساسة، لو احنا بشرتنا عادية او مختلطة ممكن تضيفي نص ليمونة كاملة. الليمون من الحاجات اللي غنية بالفيتامين سي اللي بتفتح البشرة وبتوحد اللون وبتشيل كل التصبغات والبقع والكلف، وكمان هتنضف البشرة جدا لو انت كمان عندك مسام واسعة كتير، فهو بجد من الحاجات الحلوة قوي. فهاخد كده حوالي 5 أو 6 نقط من نسبالي علشان انا بشرتي حساسة. لو انت بشرتك زي ما قلت لكم عادية او مختلطة او ما بتتحسست من اي حاجة، ضيفي نص ليمونة كاملة. تمام كده انا حطيت حوالي 10 نقط من عصير الليمون. هحاول بقى ان انا اقلب الليمون مع مية الخيار علشان اتأكد ان المية كلها بقت صافية كده ومندمجة مع بعضها. تمام كده، هنا هضيف عليها معلقة صغيرة جدا من النشا. النشا طبعا كلنا عارفين انه بينظف البشرة، بيقلل المسامات الواسعة، بيفتح البشرة جدا، كمان من الحاجات الحلوة قوي اللي بتفتح وتبيض بسرعة. فهنا انا حطيت معلقة كده وهحاول ان انا ادمجهم كويس. تمام، قلبيهم بقى هنا كويس جدا لحد ما النشا كده تحس انه اختفى. هضيف كمان معايا حوالي ربع كوباية من مية الورد. لو ما عندكيش مية ورد ضيفي مية عادية جدا ما فيش مشكلة، انا هحط بس حوالي ربع كوباية. طبعا مية الورد افيد بكتير من المية العادية، بس لو ما عندكيش مش هتوقفي الوصفة، اشتغلي عادي وحطي مية عادية. تمام، انا بالنسبه لي حطيت ميه ورد. ميه الورد ليها فوائد كتير جدا، بتنظف البشره جدا، بتورد البشره، كمان بتخلي البشره نظيفه ما فيهاش مسامات واسعه كتير، كمان بتنظف البشره بعمق. بص، بتدي انتعاش حلو جدا، البشره خطيره. فهي ميه الورد بالنسبه لي حلوه. ما عندكيش زي ما قلت لكم ضيفوا ميه ورد. انا هنا قلبت الوصفه كويس وهضيف عليها معلقه
ممسوحة من القهوة. طبعا القهوة من الحاجات الغنية بالكافيين، بتقلل التسببات والبقع والكلف والنمش، وبتوحد لون البشرة، بتفتح البشرة جدا. هنا بقى هحاول ان انا اقلب كويس قوي، ادمج القهوة مع المكونين زي ما انت شايفة كده، على قد ما تقدري حاولي تقلبهم لي كلهم كده مع بعض. تمام، هنا بقى هضيفهم في اي حاجة هسخن فيها، براد بتاعي او اي حاجة، وابدأي نزلي كده كل الخليط بتاعك زي ما انت شايفة كده. هرفعهم على نار هادية لمدة دقيقة واحدة بس، لحد ما تبقى معايا كريمة كده ناعمة خالص، وبعد كده هرفعهم من على النار وهرجع اوريكم القوام بتاعها ايه. بصوا بعد ما رفعتها على النار بقى القوام بتاعها عامل ازاي، شايفين؟ بجد قوامها ناعم جدا وحلوة قوي قوي قوي. تمام، هركن بقى دي كده على جنب، وهجيب معايا القشر بتاع الخيار، مش هنرميه طبعا زي ما قلت لكم هنستخدمه. تعالوا نشوف هنعمل بيه ايه. كل اللي انا هعمله دلوقتي هحاول انعمه بالهاند بلندر او بالخلاط، وده مهم. بصوا اللي هو بقى بس حتت صغيره اعرف افرده كويس قوي على البشره. هضيف عليه بقى هنا معلقه صغيره جدا من القهوه، وزي ما قلت لكم طبعا القهوه من الحاجات الحلوه قوي اللي بتعمل سكراب وتنظيف للبشره عميق. حطيت كده معلقه صغيره جدا من القهوه وقلبتهم كويس. بصوا بقى عامل ازاي، احلى سكراب ممكن تستخدميه في حياتك، من الحاجات اللي بجد قويه جدا في ازاله الرؤوس السوداء، الرؤوس البيضاء، في تنظيف البشره، بيوحد لون البشره كمان، من الحاجات الجميله قوي اللي بتشيل كل الهالات السوداء، ولو عندك اي تصبغات او بقع او كلف من الحاجات الحلوه جدا جدا اللي بجد تستخدميها وانت مطمنه. تعالوا بقى نجربهم مع بعض. بصوا ده بحطه على بشره وببدأ أعمل بيه حركات دائرية بالشكل ده كده، بجد حلو جدا جدا. مية الخيار نفسها بتبقى مع القهوة كده، بصوا بتعمل سكراب وبجد حاجة كده قمر. بصوا هتلاقي كل الجلد الميت وكمان الرؤوس البيضة والرؤوس السوداء اتشالت معاكي تماما. تمام، بصوا حبيبتها خفيفة جدا جدا، جربوها بجد حلوة قوي. تعالوا بقى نجرب الماسك. تعالوا بقى نشوف شكل الماسك عامل ازاي. بصوا بصوا جماله، بصوا نعومته وقوامه كمان جميل جدا. بفرده على البشرة تكون بشرة نظيفة، وببدأ ان انا اسيبها من ربع ساعة نص ساعة لحد ما تجف معاكي تماما، وابدأي افركيها. هتلاقي كل الجلد الميت وكمان الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء وتنظيف للبشرة عميق.